فينا حتى نسولف عن هذه الرياضة الرائعة. ويانا الآن مباشرة من بغداد الطيار المهندس عبد الله العقابي، عضو هيئة إدارية في نادي أجنحة الصحراء، حتى نتحدث أكثر بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحك أستاذ، أهلا بك، نورتنا بصباح رجلة. أهلا وسهلا، صباح النور والعافية على حضراتكم. أني طيار شراعي، مهندس عبد الله العقابي، عضو هيئة إدارية بنادي أجنحة الصحراء. أهلا وسهلا. أهلا بيك. طبعا مهندس عبد الله، احنا حابين نعرف من عندك ليش اختاريت هذه الرياضة تحديدا، وشنو تتميز هذه الرياضة عن بقية الرياضات؟ قوانين الطيران وهوايتي بالطيران لي رغبة خاصة بهذا المجال، أبدعت فيه وأحس نفسي يعني للرغبة بالمشاركة والاحتراف في المحافل الدولية والمسابقات العالمية. نعم، طيب هذا الجروب أو الفريق شلون أسستوا؟ شلون انجمعتوا سوا؟ نحن مجموعة من هواة الطيران الشراعي. نعم. رغبتنا بهذه الرياضة والعمل ضمن السياقات والضوابط المعمول بها، لذا أسسنا مركز يضم مجموع اللاعبين ولتلقي التدريبات، بالإضافة إلى موقع المركز في بحيرة الحبانية السياحية. نعم. والذي تم تسميته مركز أجنحة الصحراء الجوي، ومن ثم تحول إلى نادي أجنحة الصحراء الجوي كون وجود بحيرة الحبانية لممارسة هذه الفعاليات فوقها. نعم. طيب مهندس عبد الله، احنا ممكن نعرف الفعاليات اللي تسووها شنو هي؟ الفريق ينظم العديد من الفعاليات كاشتراك النادي في المسابقات والمهرجانات الدولية والعالمية، وأيضا في المحافل وكافة المجالات الرياضية أيضا. طيب مهندس عبد الله، شلون شفتوا يعني إقبال الناس، أو شفتوا الناس من أسستوا الفريق هذا؟ بصراحة احنا كطيارين نستمتع بمشاهدة السواح والوافدين المدينة السياحية في الحبانية، ويستمتعون أيضا بالطيران الشراعي ولتجربة هذا الطيران. نعم. وأتكلم عليه لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب من أي سنة حضرتك بلشت بالطيران الشراعي؟ منذ 5 سنوات انضميت بالطيران الشراعي. حلو. طيب هي كانت سهلة بالبداية عليك أستاذ؟ يعني احنا حابين نعرف، لأنه رياضة كلش حلوة مبينه، يعني بس يمكن الواحد إذا يخاف أو يعني بالبداية يمكن راح تكون صعبة عليه، يعني تأخذ مثلا تمارين أو شون مثلا ويا الممارسة هو الواحد شوي شوي يتعلم أكثر؟ أكيد ست، التدريب موجود بهذه الرياضة. ماكو شيء يجي بسهولة، وماكو طيران يجي بسهولة. صح. وأي رياضة موجودة بالعالم إذا مو تدريب مستمر بيها وشغف ومغامرة. أكيد. وحب للموضوع يسهل هذه العملية ويسهل هذا الطيران. طيب هم أنا حابة أسألك، ليش تحديدا بالأنبار؟ ليش ما اختارتوا مكان ثاني؟ اختارينا محافظة الأنبار. نعم. كونها مدينة تنعم حاليا بالأمان المستقر، وأيضا لترحيب أهالي المحافظة لاستضافة هذه الفعاليات، وبالإضافة لوجود البحيرة السياحية الحبانية لممارسة هذه الأنشطة، تعتبر من الأنشطة المهمة. نعم. أيضا نوجه شكري إلى مجلس محافظة الأنبار والسيد مدير عام المدينة السياحية في الحبانية الأستاذ مؤيد المشاوح وجميع الكادر. نعم طبعا، الإدارية في المدينة. نعم طبعا مهندس عبد الله، ايضا حابين نعرف من عندك يعني الاشخاص او السياح اللي يجون من العراق او من خارج العراق، الفريق شنو يوفر لهم؟ شنو الاشياء اللي ممكن انه يساعدون بها مثلا الاشخاص خاصة اللي جايين من خارج العراق؟ نعم، يوفر الطيران الشراعي او يوفر الطيارين الموجودين في النادي. نعم. متعة المشاهدة بالرياضة الجوية، وأيضا بالإضافة إلى ذلك خوض تجربة الفريدة والغريبة والمثيرة من نوعها، هو الطيران الترادفي التندم عن طريق محركات الترايك. طيب أول ما بديت يعني بهالمغامرة الحلوة الطيران الشراعي، شقد كان عمرك
وشنو كان شعورك واحساسك؟ شويه احنا نحب تعطينا الطاقه حتى الى اي شاب يحب انه يدخل بهالفريق او اللي انتم اسستوه. كان عمري من انضميت للطيران الشراعي 25 سنه من جبال اقليم كردستان، وبعدها صرت طيار شراعي. اما احساسي وشعور فشعور الطيران شعور لا يوصف، ولكن يمكن التعبير بمختصر انه التحرر من كافه القيود. نعم طبعا هو شعور كلش حلو، وان شاء الله احنا همين راح يجي يوم ونجربه انا وجلزار. طبعا ايضا حاب اعرف من عندك مهندسه عبد الله، شنو خططكم للمستقبل؟ مثلا تكبرون هذا الفريق، او مثلا همين تنتقلون لمحافظات ثانيه انه يكون مثلا فريق بكل محافظه، او شنو هو الطموح اللي انتم تطمحوا له بالمستقبل؟ اكيد طموحنا الاول بتطوير النادي وافتتاح عده مراكز لنادي أجنحة الصحراء الجوي في جميع المحافظات، وأيضا طموحنا بتطوير المعدات الخاصة بالطيران الشراعي كونها معدات غالية الثمن. نعم. وبالتكثيف التدريبات ضمن السياقات والمناهج الدولية للوصول إلى مرحلة الاحترافية والوصول إلى المشاركة في المسابقات والمنافسات الدولية والعالمية. نعم. طيب مهندس عبد الله، احنا حابين تحكي لنا على مواقف اللي خلال خلينا نقول الشغل صار وياك، انه الباراشوت مثلا مرات ما صعد، او يعني احكي لنا على موقف طريف صار وياك. والله هو يعني اكثر من مواقف، يعني اذا اشرحها تفاصيلها كلش طويله، بس كان عندي طيران بمحافظه اولدنيز في تركيا الفتحية، هو هذا أكثر موقف داعش أحكيلكم عنه. نعم. وقتها كنت أطير أني وصديقي الكابتن حارث، فصار عندنا ازدواج بالمظلات، طيران جنب إلى جنب يعني. نعم. زين، فكان هذا الشعور أول مرة يصير عندي، شوية غريب. اثنيناتنا ظلينا نضحك لحد ما بعدين تعلمنا يعني على الموضوع، ومشينا بالجو الحلو ونسينا حتى اللاند، يعني الهبوط سويناه مزدوج انا وياه. نعم طبعا هذا اكثر موقف كان كلش طريف عندي يعني. صح حلو. الموقف كلش حلو، بس هم يعني يمكن مخوف، يعني يخوف الواحد نفس الوقت. حاب اعرف من عندك استاذ عبد الله، انه الاشخاص اللي خلينا نقول اللي يجون دائما لهذه الرياضه هم من محبيها، بس اكو هوايه يحبون يجربوها بس يخافون، انتم تضمنون مثلا سلامتهم؟ تنطيهم مثلا خلينا نقول نسبه 70% انتم ما راح يصير لكم شيء ان شاء الله، مثلا الاشياء الامنيه والاحتياطات اللي تاخذوها للاشخاص اللي يمارسون هذه الرياضه حتى يضمنون يعني صحتهم، ويعني خلينا نقول صحتهم الجسديه وسلامتهم نفس الوقت. نعم. احنا من الناحيه الامنيه قلت لك اختارينا محافظه الانبار تنعم بالامن الدائم. نعم. وبالاخص اختارينا بحيره الحبانيه لسلامه الطيارين. طيراننا دائما يكون فوق الماء، قوانين دوليه وعالميه. نعم. زين يصير امن، فالطيران من نطيره احنا كافة المعدات من الباراشوت الاحتياط الموجود، من اللايف جاكيت النجادة لا سمح الله إذا حصل خطأ أو حركة بهلوانية خطأ. نعم. يؤدي للسقوط، لا يعني ما يفقد حياة الشخص وإنما ولا يتأذى بأي أضرار. نعم. موجود اللايف جاكيت ينفتح أنه كأنما نجادة يعني يطوفه فوق المي، وموجود الباراشوت إذا كان بارتفاعات عالية يقدر يفتح الباراشوت وينزل بنزول طبيعي. حلو. اهم شيء شراعي طبيعي ما بي اي اضرار جانبيه. طبعا شكرا لك، وشكرا للمعلومات الجميله. شكرا لك. اهم شيء اكيد شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا لكم ست، شكرا، مع السلامه.